أعلن البيان الصادر عن اجتماع مكة المكرمة بشأن الأزمة الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية الاتفاق على قيام كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم حزمة من المساعدة الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى 2.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات. وأوضح البيان الختامي للاجتماع أن حزمة المساعدات تتمثل بوديعة في البنك المركزي الأردني وضمانات للبنك الدولي لمصلحة المملكة الهاشمية ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة 5 سنوات وتمويل من صناديق التنمية المشاريع المائية. وأبدى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مبادرته الكريمة بالدعوة لهذا الاجتماع ولدولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة على تجاوبهما مع هذه الدعوة وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات والتي ستسهم في تجاوز الأردن لهذه الأزمة. وصدر البيان في ختام اجتماع شارك فيه كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وملك الأردن الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. حيث ناقش الاجتماع الرباعي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة الأردنية الهاشمية وسبل دعمها للخروج من هذه الأزمة.